مساء الخير. البداية من آخر ما آلت إليه الاتصالات والمشاورات القائمة لحلحلة الأزمة المستجدة مع الدول الخليجية، إضافة إلى العقد الأخرى التي لا تزال تحول دون الدعوة إلى انعقاد مجلس الوزراء. أكدت مصادر مطلعة على سير عملية الاتصالات لحلحلة العقد التي لا تزال تحول دون انعقاد مجلس الوزراء أن الاتصالات تتكثف مع الخارج أكثر مما هي داخلية، لأن مواقف الأفرقاء الداخليين باتت معروفة تجاه المواضيع الشائكة في هذا الإطار. وقد أبدت هذه المصادر انطباعا لديها بأن المعطيات الأولية لم توحي بتقدم فيما يتعلق بنتائج المساعي مع الأطراف الداخليين، لتبقى الاتصالات بالخارج ومفاعيل لقاءات رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في غلاسكو أساسية، وقالت هذا عمل دبلوماسي وبحاجة إلى وقت. وأضافت المصادر أنه في هذه الأثناء هناك تحرك عربي يتمثل بزيارة وفد من جامعة الدول العربية لبيروت الاثنين المقبل للمشاركة في المساعي المبذولة لرأب الصدع. وصحيح أن ليس لهذا التحرك أجندة واضحة المعالم، إنما قد يساهم الوفد في تحريك الجهود المبذولة أو قد يبدي التعاطف مع لبنان مع وجود رغبة بإيجاد حل. بالتوازي مع ما أشارت إليه هذه المصادر، برز تفاؤل منسوبه عال أكثر نسبيا عند مصادر رئيس الحكومة، فقد أكدت للأو تي في أن المشاورات جارية على قدم وساق من أجل إيجاد الحلول لكل القضايا التي لا تزال عالقة، مشيرة إلى أن المشاورات والاتصالات الخارجية لا تقتصر على الجانبين الأمريكي والفرنسي، إنما تشمل أطرافا آخرين ممكن أن يسهموا في الحلول المطلوبة أو الوساطات. ومروحة الاتصالات تشمل عدة أطراف عربية خصوصا خليجية. وقالت مصادر رئيس الحكومة للأو تي في إن وزير الخارجية القطرية لم يحدد بعد موعد زيارته لبيروت، إنما هذه الزيارة لا تزال قائمة على عكس ما يحاول البعض أن يوحي. وأضافت أن نتيجة كل ذلك مع الاتصالات الواسعة التي تجرى مع الأفرقاء الداخليين لإيجاد صيغة توافقية بالنسبة إلى المخارج ستتكشف بداية الأسبوع المقبل، وستتبلور الصورة أكثر فأكثر، معربة عن تفاؤلها في إمكان الدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء في حال تم الوصول إلى النتائج المرجوة. ولفتت المصادر إلى أن الرئيس ميقاتي لا يزال على موقفه فيما يتعلق بدعوة الوزير جورج إرداحي إلى تحكيم ضميره، وكذلك فيما يتعلق بأن قضية القاضي طارق البطار تحل في القضاء، وكذلك أحداث الطيوني. وبالتزامن مع الخطوة السعودية التصعيدية الجديدة تجاه لبنان، والتي تتمثل بمغادرة طواقم دبلوماسية وإدارية من السفارة السعودية من مطار بيروت، أكدت الخارجية الفرنسية على أنها على اتصال وثيق بجميع الأطراف المعنية بالنزاع المستجد بين الدول العربية ولبنان. ودعا وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان جميع الأطراف وكذلك المسؤولين اللبنانيين إلى تعزيز التهدئة والحوار لصالح الشعب اللبناني واستقرار لبنان، مؤكدا أن الأمر حاسم للمنطقة. ورأى لودريان أن فصل لبنان عن الأزمات الإقليمية له أهمية أساسية، وقال يجب أن يكون لبنان قادرا على الاعتماد على جميع شركائه الإقليميين لدعمه على طريق تطبيق الإصلاحات. أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله أننا نريد لمؤسسات الدولة وفي مقدمتها الحكومة أن تقوم بدورها. ما يسقط أمام هذا التهويل، ما لازم يقبلوا به هذا التهويل وبهذا الابتزاز وبهذا الضغط. وبلدنا قوي، وبلدنا عنده كرامة، وبلدنا عنده إمكانات، بس بده إدارة سليمة، وهذه الإدارة السليمة تحتاج إلى تضافر جهود، طرف محاور بذلك. وهي واحدة من مشاكل البلد، إنه ما عم تتضافر الجهود وتصب كلها باتجاه واحد. ما لازم يتوقف البلد على زعل هذا الأمير وذاك السلطان وتلك الدولة، أو يتوقف البلد لأنه حدا بياخذ موقف سلبي من هالجهة أو من تلك الجهة. ما حدا يلوح بخيارات وبقرارات وباتجاهات وبيفكر انه بهالطريقه ممكن يضغطنا. لا لا بيضغطنا، طولوا بالهم، ما حدا بيقدر يضغطنا ولا بيغير قناعاتنا ولا بيقدر يبتزنا. كل واحد ياخذ القرار اللي بيلاقيه مناسب، نحن بنلاقيين القرار المناسب لبلدنا ولمصلحه بلدنا ولكرامه بلدنا، انه نثبت نجمد، ما نسقط امام التهويل، ما نقبل بهذا الابتزاز، ما نقبل بهذا الامتهان الكرامي، ونواجه ونروح نحن نقلع شوكنا بايدنا.
حذر المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى من خطورة ما وصفه بالنهج التدميري للعلاقات مع دول الخليج، مؤكدا دعمه لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وداعيا الأفرقاء كافة على الساحة اللبنانية إلى التعاون معه لاحتواء تداعيات هذه العاصفة. يحذر المجلس من النتائج الكارثية لهذه السياسة اللا أخلاقية واللا وطنية واللا عروبية، وينبه من خطورة المضي قدماً في هذا النهج التدميري للعلاقات الأخوية مع الأشقاء والأصدقاء. وفي المجال الوطني فإن المجلس الشرعي يؤكد دعمه ووقوفه إلى جانب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، الذي أطلق موقفاً حازماً بوضع خريطة طريق يبنى عليها للخروج من المأزق الذي يعيشه لبنان في علاقاته مع أشقائه العرب، وخاصة المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي. ودعا المجلس الشرعي الفرقاء كافة على الساحة اللبنانية إلى التعاون مع رئيس الحكومة لاحتواء تداعيات هذه العاصفة للخروج من الأزمة التي ينبغي أن تحل لبنانياً أولاً بعدم إطلاق المواقف غير المسؤولة تجاه السعودية وسائر دول الخليج العربي. اعتبر التيار الوطني الحر أن قانون الانتخابات رقم 8 على 2021 الذي نشر في الجريدة الرسمية عديم الوجود، كونه لم يصدر في مجلس النواب بتصويت من الأكثرية الموصوفة والمحددة في المادة 57 من الدستور في حالة القوانين المردودة من رئيس الجمهورية. ورأى التيار أن الذي حصل في مجلس النواب هو تفسير خاطئ ومبطن للدستور بواسطة أكثرية عادية صوتت في اتجاه مصلحتها بخلاف الدستور. وأمل التيار من المجلس الدستوري أن ينظر في هذا الارتكاب الضارب للدستور والميثاق بمعزل عن مضمون المواد التي سيطعن التيار بها استطرادا وعن اقتراع المغتربين. نبه التيار إلى أن القضية لم تحسم بعد، وهو يعول على المجلس الدستوري لإعادة الحق إلى أصحابه، وهو يحض المنتشرين على التسجيل في الخارج على قاعدة تصويتهم في الدائرة 16 للنواب الانتشار في الخارج، وعلى من يرغب التصويت لنواب دائرته في لبنان أن يصوت في الداخل. التيار الوطني الحر يستطلع إلكترونيا آراء محاذبيه لاختيار المرشحين والمرشحات المحتملين للانتخابات النيابية المقبلة. تقرير جورج عبود. لنكون شركاء بصناعة القرار. حملوا تطبيق التيار لتتمكنوا من إبداء رأيكم بعملية اختيار المرشحين بالمرحلة الأولى، يلي رح تشمل المنتسبين المسجلين على اللوائح الحزبية الصادرة ب 31/10/2020، على أنه كل حامل بطاقة حزبية بيتمتع بصوت واحد، لأن دايماً التيار هو السباق والديمقراطية هي الأساس. من منطلق ديمقراطي يتيح إعطاء فرصة للمحاسبين والمنتسبين للمشاركة بصنع القرار، أجرى التيار الوطني الحر استطلاع للرأي إلكترونياً من أجل اختيار المرشحين والمرشحات المحتملين تمهيداً للانتخابات النيابية المقبلة. من خلال التطبيق الإلكتروني للتيار الوطني الحر على الهواتف الذكية FPM App، شارك على مدى 10 ساعات أكثر من 40,000 حامل بطاقة حزبية بالتيار الوطني الحر بجميع الدوائر الانتخابية بعملية اختيار عدد من المرشحين وتصنيفهم بحسب الأفضلية. هي مرحلة أولى من 3 مراحل رح تشمل تباعاً المنتسبين بالتيار الوطني الحر والمؤيدين بالإضافة للمناصرين. فشو أهمية هالاستحقاق؟ سبب الظروف يلي عم يمرق فيها البلد وظروف الاقتصادية والصحية والمعيشية وغيرها، ارتقينا بالمجلس الوطني بمؤتمرنا السنوي ب 14 أدار أنه نستخدم الاستطلاع الداخلي بدل الانتخابات الداخلية ليكون أقل كلفة وأكثر سرعة وكمان فيه عدالة من التمثيل. بقى اليوم عم بيصوت أو عم يختار التياريين عبر منصة إلكترونية مرشحين محتملين بدوائرهم الانتخابية عبر ترتيبهم من الأكثر تفضيلاً إلى الأقل تفضيلاً.
التوازي في اتصالات هاتفية عم بتتم عبر فريق كمان لجمع البيانات لحتى نكون أكيدين أنه عم نوصل لأوسع شريحة ممكنة بغض النظر عن قدرتها لاستعمال التكنولوجيا أو غيرها. في أسماء عم تكون موجودة وفي حرية اختيار لأسماء إضافية عبر هذا التطبيق؟ طبعا نحن فتحنا باب الترشيح أول الأسبوع وكان في مرشحين قدموا طلب ترشيح وانقبل ترشيحهم، وعلى هالأساس وردت أسماءهم بكل قضاء حسب النفوس طبعا. وبنفس الوقت في كمان إمكانية أنه يختار المستطلع أو المستطلعة أي أحد من خارج هذه اللائحة، ويمكن يضيف اسم لشخص منه أصلا مرشح، وهيك بيكون تركنا الخيار مفتوح لكل الناس يعبروا عن رأيهم. وفي آلية لاحتساب النقاط كمان أصدرناها بتعميم من رئيس التيار مساء أمس. انطلاقة لازم تكون من الشرعية داخل التيار وقدرة الشخص أنه يمثل التياريين بالدرجة الأولى. المرحلة الثانية بنشوف بحسب الاستطلاعات القدرة على تمثيل القاعدة التيارية الأوسع بمعنى المنتسبين والمؤيدين والمناصرين للتيار أو يلي بسموهم العونيين. والمرحلة الثالثة أكيد بدها تشمل التحالفات، لأنه بالنتيجة الانتخابات فيها حسابات انتخابية بحتة وكمان حسابات سياسية، وهذا الشيء هو يلي بيعطي وزن لكل مرحلة بشكل أنه ننقي أكثر المرشحين والمرشحات حظوظاً للفوز بالانتخابات. إجراء استطلاع الرأي تأكيد على التحضيرات وإصرار التيار الوطني الحر على إجراء الانتخابات النيابية بالرغم من تصويب الخصوم على رد رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون قانون تعديل الانتخابات للبرلمان وتلويح التيار بالطعن فيه أمام المجلس الدستوري. تقديم الطعن هو منع محاولة تطيير الانتخابات، لأنه أي شيء عم بيصير من تلاعب بقانون الانتخاب كان بموضوع المغتربين وحقهم بالحصول على التمثيل من خلال 6 نواب، أو بموضوع تبكير المهل، أو بموضوع إلغاء الميجا سنتر والبطاقة البيومترية، كل هذه أمور من شأنها أنه تعرض العملية الانتخابية للخطر ولخطر التأجيل والإلغاء. ونحن كتيار وتكتل الطعن اللي عم نقدمه هو لنمنع حصول هالشي ولإعادة مثل ما بيقولوا عجلة الأمور إلى السكة الصحيحة، لأنه الانتخابات يجب أن تحصل وفق القانون النافذ. وأي شخص بحاول أو جهة سياسية بتحاول تتلاعب بالقانون وتغير فيه هي يلي تتهم بالتناقض وبمحاولة تطيير الانتخابات. تيار الوطن الحر بسبب الإقبال الكثيف على المشاركة باستطلاع الرأي وتفادياً لمواجهة انقطاع بخدمات الإنترنت نتيجة ضعف الشبكات، أنجأ غرفة عمليات لمواكبة عملية التصويت من خلال عدد من أرقام الخط الساخن لتأمين أوسع مشاركة، حيث بهيدي الخطوة عم بيكون الحزب الوحيد والسباق بتقديم نموذج ديمقراطي يحتذى فيه. من أول المشوار مشينا عتم الليل وما خفنا، نحن التيار القوي والنبقى من الليل. فاصل ونتابع أخبار المساء. مساء الخير عن جديد. بيئيا رصدت فرق المصلحة الوطنية لنهر الليطاني على ضفاف نهر الغزية لجهة بلدة حوش الحريمة في البقاع الغربي عددا من الأكياس التي تحتوي على أغنام نافقة، تبين أن مصدرها المزرعة العائدة للمدعو دال نون والكائنة في بلدة حوش الحريمة والتي تبعد حوالي 200 متر عن نهر الليطاني. وأعلنت المصلحة أنها ستتخذ قضائيا كل الإجراءات القضائية والإدارية بحق صاحب المزرعة والعاملين لديه تمهيدا لإقفال مزرعته لحين تسوية وضعه البيئي وإلزامه بتأهيل الوسط البيئي، علما أن المدعو دال نون سبق أن كان ملاحقا من قبل القضاء اللبناني لارتكابه جرائم تهريب الأغنام والاستيلاء على أموال الدعم المخصصة للمواشي. وهاو كمان 3 كياس كمان ثانيين كمان فيهم غنم فطسان. يا البنهر الغزايل. وجه جديد من أوجه الأزمة يتمثل بعودة عدد من اللبنانيين إلى لف سجائرهم بأيديهم. تقرير روبا لفرين.
هي عادة أو منفس أو فشة خلق، هي بالمختصر المفيد رفيق الدرب اللبنانيين بالأطراح والأفراح وبالأخص بهيدي الفترة. شو اللي بيريح؟ ما في شيء، ما في شيء أبداً أبداً، لا كهرباء ولا مي ولا معيشة ولا أجارات يعني غالية ومدخول قليل ومصروف كتير والدولار ما عم بيثبت وهلك العالم فيه، ما فيش خلق بالسيجارة. هو بيفش القلب، ما بقى في شيء منيح بهالحياة، كله غلا غلا غلا، يعني وقفت على الدخان. بهالحياة الصعبة شو بده يعمل الواحد؟ ماكسيموم السيجارة عم تفش الخلق. بتفرج الهم، بوقف كل شيء بحياتي إلا الدخان ما بوقفه. ما هي بتنعد من عيشة، سيجارة خلص ما في مجادلة بالحديث، سيجارة خط أحمر. عودت عليها من أنا وصغير، صار لي تقريباً شيء 14 سنة بدخن. صارت بتكلف المجي بهالأيام كثير. زين بتكلف هالقد كثير، ليش بعدك عم بتدخن؟ هيدي فشة خلق، ما في شيء مفش خلقنا فيه إلا السيجارة، الحمد لله. استهلاك علبة سيجارة يومياً من إنتاج محلي وهي الأدنى بالسعر بين كافة أصناف الدخان ما بتقل تكلفتها شهرياً عن 400 ألف ليرة، أي ما يعادل 60% من الحد الأدنى للأجور. أما إذا بدنا نحكي عن باقي الأصناف المستوردة فحدث بلا حرج. معاشك قد بيساوي كم علبة دخان؟ هلا لأنه تقريباً ربع المعاش. بالشهر بيطلعوا لهم شي مليون وشوي بالشهر، هي بس دخان. شغلي بجونيا وساكن بالضاحية، فبنزين مليون ونص ودخان مليون طار معاشي. يعني عم تحكي تقريباً 300 ألف بالشهر ماشي. هل 300 بالنسبة للبعض ماشي، بس للبعض الآخر بتوجع. كرمل هيك تما ينحرموا من لذتها لجؤوا للسيجارة البدائية وهي سيجارة اللف. دخن عربي فلت، أنه بدي تلاقي دخن 3 علب باليوم، 3 علب صار بدهم ميزانية، يعني بدك مليون ليرة دخان بس في الشهر. قد بدك تشتغلي؟ هيدا الدخان الفلت لا مش غالي، مقبول يعني. يعني أنا بجيب فلاتر وورق وطبغ لنقول ب10,000، بكون موفر 80,000 أنا، الكروز 90,000، يعني هول ب10,000 بكلفوني بيلفوا الكروز. قد ايه بتضاينك؟ أنا بجيب كيلو، الكيلو بيقعد شي شهرين تقريبا عندي. قد ايه بكون موفر؟ يعني أكثر من 2,000,000 ليرة أنا. يعني دغري لقيت البديل يعني؟ ايه طبعا طبعا، هيدا الحل، ما في غير هيك. اللف يعني وصلونا لللف، ما كنا نلف يعني اصلا. بكل بساطه كنا مفكرين انه قرن ال21 هو عصر التطور والتكنولوجيا، ولكن تفكيرنا طلع مش بمحله، فللاسف بدل ما نتقدم عم نرجع لورا. فرجعونا نضوي شمعه ونولع حطب ونتنقل على حمار. بالمختصر لهون وصلونا. ختام أخبار المساء، للمزيد تابعونا عبر فيسبوك، إنستغرام، وتويتر. شكراً للمتابعة وتصبحوا على ألف خير.